موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها. كما عرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود التي تطلع بها مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليميا ودوليا. وأكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الأخوي شهد قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع الرئيس السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الأخوي بين السيد الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع السيد الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. من جانبه أكد السيد الرئيس قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط وزير المالية مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023-2024. وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وفق النسب المخططة مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع أثار التحديات الاقتصادية. كما وجه مدبولي بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية حيث تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة ليصل إجمالي التمويل الذي تم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة. وأوضح وزير المالية أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام اعتبارا من أول إبريل الحالي إلى منتصف أغسطس المقبل بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي. عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مدير مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات لمتابعة العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها متابعة حصاد القمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول الصويا والقوافل البيطرية والتحسين الوراثية. وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة على مدير المديريات بضرورة
متابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول، خاصة بعد زيادة سعره إلى 1500 جنيه للأردب، دعما من القيادة السياسية للمزارعين. كما أكد ضرورة توعية المزارعين بالانضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية، ووجه الوزير أيضا بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين، مشيرا إلى تطبيق المنظومة الجديدة التي تقضي على التلاعب أو تهريب الأسمدة مع المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات وإزالة أي حالة تعد في المهد قبل تفاقمها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كيلوباترا في تمام الساعة 8:30 مساء على استاد القاهرة الدولية في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 19 بالدوري المصري الممتاز. يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يحل سيراميكا كيلوباترا في المركز 11 برصيد 30 نقطة.